هل جيت لك ومش كريب بعد ما ماكش بلعبة هذي هلعب مستر برونتو بس انت شخص انت تحاول انت تلحق الشبح اما انت تقتل الشبح نفسه شباب هلعب انا ما اقدر اشري كشي حتى انا ما اقدر اشري شخصيات ليش يا علي انت ما تقدر تشري شخصيات أمد ما يريدون بطاقة أمد ما يريدون بطاقة يريدون فلوس أمد أنا هذا أقدر أشتري هذول الصياد بس أناني هذا أشتري الصياد يقول ميقمرون يب لازم أني هذا يجيب بطاقة أمد أنا هذا أشتريهم أمد هذا يريدون فلوس هذول سكاني هذا أظن نفس الشخصية شباب قال ليش لوشي جازت أو نون أنا هذا حاولت اللعبة أنا لقيت هيش بس عادي نمن أنا هذا قمت الصباح لقيت كوما سلوشي ما أعرف شون ما أعرف اللعبة يترد منك وطاقات من سلوش خلنا نبدأ يوقع شو اللعبة يا هذا ما بيا تحفيز ما بيا شيء هيش ما بيا شباب هذا كان حققنا هاللعبة مش قادسة حققنا هاللعبة شباب بس المشكلة هاللعبة اني ما اقدر اشري شخصيات ابدا اني ما اقدر اشري شخصيات ليش علي انت ما تقدر تشري شخصيات شباب هذولا بتريدني الشركة نفسها يريدون بطاقات فلوس بدون هذا اقدر اشري الشخصيات كلهم الحمد لله
شباب هذه كانت حلقتنا من اللعبة. شباب أنا علي ليش أنت متبتين أنت سيري سوشيال شباب. بس المشكلة هما مطورين اللعبة نفسها يعني هذا أجي أشتري شخصية يقبلون لازماني هذا أعطيهم فلوس يوم هذا يوم صنع الشركة أعطيهم فلوس أما أقدر أشتري شخصيات لاك وشكرا 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 مع السلامة.